العدد الكلي تجاوز 250,000. 250,000 يعني هذا تراكمي منذ تشكيل الحكومة لحد الآن. نعم. تجاوز 250,000. إيش قد المبلغ؟ المبلغ الآن رصيد نقدي في هيئة الحماية الاجتماعية هو 90 مليار، المسترد نقدي. أما والرصيد في نعم ذمتهم؟ المقسط 135 مليار، المقسط بذمة المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية. 90 مليار استلمتوها؟ نعم نقد موجود الآن. 135 مليار؟ 135 مليار هو مليار. المقسط على قاعدة البيانات، ومن المؤمل تعرف أنت حسب قرار مجلس الوزراء يكون التقسيط 10 سنوات، فبالتالي أنه أنت هذا المبلغ راح ترجعه خلال 10 سنوات. زين، أكو يعني تم الكشف عن أكثر من 200,000 متوفي؟ لا، الأعداد المتوفين الآن التي تم اكتشافهم الأسبوع الماضي هم 4,000. 200,000 المجموع الكلي للمتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية. 4,000 فقط متوفي لم يتم. 14,000. 14,200 بالضبط متوفي تم كشفهم من خلال البحث الاجتماعي ومن خلال إخراج من خلال تطابق البصمات ثبت أنهم متوفين، وبعضهم من عنده وكالة. الأسر أسرهم هي تستلم. الآن أوقفنا الإعانة عنهم وبدينا بعمليات نقل الإعانة عن من يستحق من ذويهم نقل الإعانة لهم.